احنا تدربنا مع انقاذ الطفل على التواصل والاتصال، وعندنا القيادة، ومن هاي الشغلات اللي احنا اخذناها طلعنا في مبادرتين، اللي هي اول مبادرة الفرقة الموسيقية، وثاني مبادرة فرقة الدبكة. هلا احنا شكلنا فرقة اللي هي فرقة موسيقية، وطلبنا احنا آلات موسيقية في المبادرة، وجابوا لنا الآلات الموسيقية، واحنا شكلنا الفرقة على سبب انه احنا عندنا القرية تشتهر بالفن، فلهذا الأساس إنه هذا أنجح مشروع يكون للبلد ونساعد فيه الأطفال، بدل يعني إنهم لا يروحوا على مقاهي، يروحوا هون أو هون، إنه إحنا بنجمعهم كلهم في هذا المحل، بنعلمهم الموسيقى، بنعلمهم شو بيطلع معنا، بنعلمهم إياه. احنا تم عنا انشاء حديقة في القرية من قبل انقاذ الطفل، وان شاء الله قريبا رح نعمل وصلات موسيقية ونجمع الاطفال والعائلات عنا في البلد، يعني قدر الامكان انه كيف احنا نفرح الاطفال ونبسطهم رح نعمل ان شاء الله، رح نطورها بزيادة، يعني تكون فرقة موسيقية كاملة متكاملة من كل الالات الموسيقية.